السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا فنانين؟ معاكم عم جدي الإدريبي من قناة شخبيط والخبيط. إن شاء الله هنستكمل كورس أساسيات الرسم. هنتكلم النهاردة على تفاصيل البورتريه، نبدأ نخش بقى تفاصيل الوش ونبدأ نرسم كل جزء لوحده، وإن شاء الله نجمع نسب الوجه ككل في درس تاني بإذن الله. والنهاردة هنرسم البق، بس ما تنسوش دعمكم للقناة بلايك واشتراك عشان أبدأ أنزل لكم كل جديد. ولو في أي استفسار ما تنسوش تكتبوا تحت في التعليقات، وإن شاء الله أرد على كل الأسئلة بتاعكم بإذن الله. عشان نبدأ نرسم البق، هنرسم شكل مستطيل ونقسمه 4 أرباع. موضوع سهل وبسيط اهوت. وهنيجي هنا هنرسم دايرة، دايرة برتقانة تفاحة اللي تفتكروا ساعتها بقى، المهم تعمل لي الشكل ده. وهنيجي نرسم تحت برضو نفس الشكل، ودايرة كمان. يكون يعني التلات دوائر نفس المقاس. طبعا بستخدم قلم 2H او H بحيث الحاجة تبقى خفيفة قدامي عشان لو حبيت امسح كل حاجة. وهنتكلم برضو بعد كده في نوع القلم الرصاص اللي انا بشتغل بيه، تمام؟ معايا قلم تاني درجته 5B، ده قلم ستيدلر ألماني 5B، ده درجته أغمق شوية. بنبدأ بقى نعمل ايه؟ بنيجي على الدايرة اللي فوق، أكنك بترسم تفاحة، بالراحة خالص اهوت وما نستعجلش. وهننزل على زاوية المستطيل، واللي عملناه هنا هنعمله في الجنب التاني. سهلة وبسيطة خالص اهوت. وهنيجي هنا من نص التفاحة من تحت، نمشي عليها كده زي نظام قوس، ونروح للطرف الأولاني اللي احنا عملناه برضو في الجنب تاني نفس النظام. هنيجي من هنا برضو على التقوس بتاع الدائرتين دول، هنمشي عليهم وهنوصل في الطرف كده.
الخطوط اللي احنا عملناها في الاول دي خطوط وهمية عشان تبقى ايدك موزونة وتطلع الشكل مظبوط. كده الموضوع سهل وبسيط. هنبدأ نرسم، نمسح الدوائر اللي احنا بدأنا بيها دي استيكة فيبر كاستل، عملية جدا ومش غالية. هنتكلم برضك على الخامات في درس تاني ان شاء الله. نبدأ نمسح الدوائر اللي بدأنا بيها والمستطيل كمان. هنبدأ بقى نركز على الشفايف من جوه، نحاول نظهرها. طبعا بنمشي في اتجاه دوران الشف. هنخش على الخطوة اللي بعد كده، ان احنا نسيح الرصاص، وده منديل يعني حاجة سهلة وبسيطة خالص. ها فاضل حاجة بسيطة، ان احنا نظهر اللمعة او الاضاءة اللي بتبقى في الشفايف. وكده يبقى انتهينا من توضيح بسيط خالص برسم الشفة بطريقة بسيطة ان شاء الله. كده يبقى احنا انتهينا من توضيح ازاي ارسم البق. بدأنا بالمستطيل وقسمناه، وتحط قدامك كده ان الدايرة، المستطيل، المثلث، شكل تفاحة، شكل برتقانة، شكل خوخة. المهم اللي انت يبقى في ذهنك حاجة تقدر تساعدك وانت بتشتغل. واحنا كده عملنا رسم الشفة بطريقة بسيطة خالص. ها ما تنسوش بقى دعمكم للقناة بلايك واشتراك، وان شاء الله الدرس اللي جاي هبدأ
انزل توضيح رسم المناخير. اهم حاجه ما تنسوش دعمكم للقناه عشان انزل كل جديد. معاكم عم مجيد التريبي من قناه شخربيط ولا خبيط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.